ان شاء الله هنعمل النهارده وصفه البانكيك الصحي اللي طلبتوها مني، كتير طلبوها مني. بانكيك هش وتحفه، وهنعمله بحشوه جميله جدا هنحشيه بعد ما نعمله من نوتيلا صحيه. انا استخدمت هنا بيضتين بدرجه حراره الغرفه وتلات معالق كبار من عسل النحل. هكتب لكم المقادير كمان في اخر الفيديو، اعذروني الفيديو اللي فات نسيت اكتب المقادير، بس ان شاء الله النهارده هكتبها. فاستخدمت بيضتين على تلات معالق كبار من عسل النحل، هقلبهم كده عادي جدا بالمعلقه، وهضيف عليهم معلقتين كبار من زيت الزيتون. ممكن تستبدلوا زيت الزيتون بزيت جوز الهند. هاخد دلوقتي من الكاكاو الخام، ادي معلقه، ادي معلقتين، خدت معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وخدت 8 معالق كبار من الشوفان. ضفت كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، طبعا ما ننساش ذرة الملح في اي حاجة بنعملها. هقلب بقى كويس جدا. بصوا بسيط وسهل قوي بالمعلقة، زي ما عودتكم ان الوصفات كلها بتكون بسيطة وسهلة وسريعة وفي نفس الوقت ناجحة ولذيذة. استخدمت 8 معالق من الشوفان المطحون، يعني كده مظبوط جدا، 8 معالق كبار مظبوط جدا، علشان اول ما تحطوه في الطاسة وانتوا بتسووه ما يفرش منك، بس انتوا بتريحوا بقى الخليط ده ربع ساعة بس على ما القوام يتقل. طبعا انا استخدمت كمنكهات فانيليا، ممكن تستبدلوا الفانيليا بالقرفة. معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البانكيك ده مميز جدا وهيعجبكم لانه هش اكتر من الكيك، هش اكتر من اي كيك اسفنجي عملتوه كمان قبل كده. ده القوام في الاول، بعد كده لما بنسيبه يرتاح ربع ساعة بيتقل. شايفين تقيل ازاي؟ هضيف منه بقى في الطاسة قبل ما اشغل النار. انا ما دهنتهاش عشان هي تيفال، بس هي لو انت عندك الطاسة بتلزق ادهنيها، لكن لو طاستك تيفال اصلي وجديدة مش هتلزق. بعد كده هشغل النار، بتكون نار هادية علشان ما يتحرقش وما يتلسعش مني، مش هاجي ناحيته خالص. بصوا لو جينا بدري قبل ما يستوي هيلزق، لازم استنى عليه شوية يستوي براحته وهو هيفصل لوحده. شايفين بمنتهى السهولة بيفصل، انا مش دهنة زيت ولا حاجة، وهسيبه برضو على نار هادية. اول ما هيستوي هو برضو هيتحرك لوحده من الطاسه. لو جينا دلوقتي نحرك وما استويش هنلاقيه لازق، اول ما بيستوي هو بيفك على طول لوحده. هنستنى عليه شويه كده، شايفين هو اول ما استوى فك لوحده اهو. هشه خفيفه خفيفه جدا، هتشوفوه دلوقتي كمان من الداخل، وهنعمل له نوتيلا صحيه واقتصاديه لذيذه جدا. هنحطها عليه وهنتنيها كده، هيبقى بيبوظ بقى كده، يعني المنظر دلوقتي هتشوفوه يعني هتضعفوا، بس هتاكلوا منه هتفطروا بواحده في الدايت مع كوبايه القهوه تعجبكم. تعالوا نعمل طيب النوتيلا الصحيه، ده البانكيك الهش. انا عامله النوتيلا الصحيه برضو في فيديو لوحدها، بس عشان لو في ناس ما شافوهيش هنعملها تاني. استخدمت فيها زبدة الفول السوداني، ممكن تستبدلوها بزبدة اللوز، وفي ناس سألتني ينفع بالطحينة، اعذروني مش قادرة ارد على كل التعليقات، بس انا بقراها ولما هفضى هرد عليها ان شاء الله. ممكن نستبدل بالطحينة. فطبعا انا هنا استخدمت 3 معالق من زبدة الفول السوداني ومعلقة من الزيت والعسل، هيبقى 3 معالق كبار من عسل النحل. هضيف كمان مع العسل النحل بقى الكاكاو الخام الغير محلى، هضيف منه 3 معالق كبار من الكاكاو الخام او معلقتين، يعني لو انتوا عايزين الكاكاو ازيد فيها ممكن تضيفوا معلقه زياده، بس انا ضفت 2 كبار او 3 ممسوحين لحد لما بيبقى قوام كريمه الدهن بالشكل ده. بصوا زي النوتيلا بالظبط، ولو هتستخدموا زبده بندق هتبقى شبه طعم النوتيلا بالظبط. شايفين الجمال؟ ممكن على فكرة اللي مش متوفر عنده زبدة الفول السوداني او زبدة البندق بتتعمل في البيت بسهولة جدا، ان احنا بنحمص السوداني
الني او بنحمص البندق وبنطحنه في الكبة وهو متحمص وهو سخن كده، وهيبقى ضرب الكبة متواصل، هتلاقوها على طول اتحولت لزبدة. ده هيتعمل في البندق، بيتعمل في السوداني، بيتعمل في اللوز، بيتعمل في السمسم. اهم حاجة ان هي تكون سخنة، متحمصة وسخنة، ونضرب في الكبة ضرب متواصل. ولو عايزيني اعمل لكم الفيديو للانواع كلها، سواء للطحينة او زبدة الفول السوداني او زبدة اللوز او زبدة البندق، قولولي اعمل لكم فيديو شامل لكل انواع الزبدة في التعليقات. انا حطيتها في كيس عادي جدا وضفت منها بقى على البانكيك. تعملوا بقى شكل، تدهنوها كده، هي بتدهن وهي بتتعمل كل حاجة زي ما احنا شايفين بكل سهولة. وبعدين زينت بالبندق، تقدروا بقى تزينوا باي حاجة انتوا عاوزين تزينوها، سواء بقى مكسرات او زبيب او تشوكلت شيبس. انا اديت منها للولاد وهم رايحين المدرسة في اللانش بوكس، عجبتهم جدا ما شاء الله، هايلة. شايفين دهن يعني زي كريمة الدهن بالظبط، زي النوتيلا، حقيقي رائعة وهشة. بصوا وهشة وخفيفة لو ملاحظين، شايفين بقى المنظر ده، بصوا المنظر ده باظس خالص، شايفين الجمال، حاجة كده يعني احلى كمان من اي حاجة غير صحية، واحلى من اي حاجة بالدقيق الابيض. طعمها يعجبكم، اتمنى ليكم مشاهدة ممتعة مع الفيديو، مع بقية الفيديو. وطبعا بستنى تعليقاتكم، وان شاء الله في اقرب وقت هرد على كل التعليقات، وهحط لكم في صندوق الوصف كل انواع الكيك الصحي اللي عملتها على القناة، هحطها في صندوق الوصف، وفي فيديوهات مقترحة برضو شوفوها. ده اللي اتبقى، دول التلاتة اللي تبقوا. ان شاء الله لما تجربوه هتنبسطوا منه، وهتدعولي جدا جدا على الوصفة دي ان شاء الله. الجميل ده يعني فطار رائع في الدايت، وكمان فطار صحي للولاد وهم رايحين المدرسة مع كوباية اللبن الصبح، حقيقي تحفة. واللي عايز بالقهوة يستبدل الفانيليا بالقهوة او القرفة، يعني الفانيليا او القهوة او القرفة، التلاتة لايقين قوي مع البانكيك. بصوا بقى جميل ده، يعني منظر مش قادرة اوصف لكم، هتقوموا تعملوها حالا ان شاء الله، تكون المكونات كلها متوفرة وتقوموا تعملوها دلوقتي حالا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.